صبح الجيل وكل جيل ورجعنا تاني مع بعض، واحنا لسه مكملين في ببجي موبايل، الاستريمات اللي بتتعمل على تويتش والفيديوهات اللي بتنزل على اليوتيوب، وكمان قريب جدا ان شاء الله هنبدأ نعمل الاستريمات دي على اليوتيوب كمان عشان الناس اكتر تقدر تخش معانا. انا بنقي احسن الجيمات او الجيمات اللي حصل فيها حاجات حلوة قوي وبنزلها فيديوهات على اليوتيوب. فالفترة اللي جاية دي في كمية فيديوهات كوميدية جدا، مواقف كوميدية بتحصل في الاستريمات وحاجات ايبك، حاجات جامدة جدا حصلت هتنزل كلها من الاستريمات اللي احنا بنعملها، وكمان جيمات بتبقى انا بلعبها مع اصحابي كده على جنب. فاللي ما بيحضرش الاستريمات بتاعة تويتش كل يوم الساعة 9 للعبة ببجي موبايل فايته فعلا كتير، فعلا فايته كتير. فاتمنى ان انتوا كلكم تنوروني دايما في كل يوم الساعة 9 على تويتش، بنعمل ستريم ببجي موبايل مع المتابعين، فمستنيكم كل يوم. يلا نشوف الفيديو ده ونعرف رأيكم بعد كده. شت ام ديد، في 18 واحد نازلين معايا. في موتوسيكلات اوريدي، ترابيزات البلياردو وبينج وكل حاجة. احس اني هموت في اول 5 ثواني. ليه؟ حد سامعني؟ وضعي سيء. وضع رديء. انا اسف يا مارو، اسف مارو، هطلعك في الاستريم. تعال هروح اتكلم، هروح عند جثتك اتكلم لو عايز، ما تشتمش يعني اهم حاجة. مارو مارو، هجري في اوبن فيلد وورايا ناس بالعبيط. ده ماتت يا حول الله، بلا اقول لك نفسي تبقي توب 10، نفسي تبقي توب زفت على دماغك. قول لي قول لي، والله افتكرت حد بيضرب عليا. قول لي، شكرا يا ميدو، عاش شكرا يا ميدو. عاش ميدو الف سلامه. اوه ثانك يو ميدو، الله يسلمك. انت قطعت خلفي اقسم بالله، انا افتكرت حد ضرب عليا والله، اصل انا شايف واحد عند الشباك. استنى يا ريس، حيهني لما اخش زون، حيهني. وانا ليه انسكيورد كده؟ حاسس ان في حد حواليا فشخ. هاردر جاب حد، والله يخرب بيت هاردر. انا عايز حد يقتل هاردر وحد يقتل نهى. لا هاني مش مشكلة، هاني مقدور عليه، هاني هلاقيه على بطنه في اي حتة هجيبه ان شاء الله. راندوم ساج لايف، اي لاف ات. هاردر جاب عمر، بهجت جاب احمد،
انت مش هتجيب حد بقى يا صبحي؟ شاهد جابت جو. والله في حد بيجري ورايا، والله انا بحلف. هاردر يا عم هاردر زفت انت. كينج قتل كارن، شكرا يا كينج. كينج كمان هنا، الله يخرب بيوت. انا كينج ونشأت. طب ايه وانا هكسب ازاي كده؟ اردر خاربها، اردر خاربها كلات. كل عيش كل عيش كل عيش. شكرا ليه ميدو، انت كده مش بتاكل عيش، انت كده بتستفزني. ها لفه كمان وهزعلك. Guess who just died? So cute. استنى هنزل احفل عليه. مين هنا؟ مين اللي مات زي النوب ده يا جماعة؟ يا صبحي لا لا يا صبحي، عمال اكلمك يا صبحي. استنى بس استنى صبحي هيتفلق دلوقتي. يا جدعان جري يا جدعان، شايفك يا بابي جاي من بعيد. اركع اركع ارجع يا صبحي، استنى مودي هجيلك يا مودي. مش هطلع والله ما حبيك، خليك ما وضعنا سيء. لا ما تقولش صبحي يا صبحي صبحي ارجوك ارجوك، انت ما كنت سمعني، انا عمال اقول لك استنى استنى مش هضربك. انا اسف ما سمعتكش والله، استنى عشان في ناس تقل. والله ما حبيبي خليك. جرى ايه ولا جرى ايه؟ حرام يا اسطى وربنا. استنى عشان مرتبك دلوقتي. على فكره على فكره انت عديت قدام العربيه وانت ما كنتش شايفني. انا اسف انا اسف انا اسف، بس انا مضطر امشي عشان في حفله بتحصل عليا دلوقتي وانا مش مركز. ها انا ماشي. يلا يا صبح حبيبي يا اسطى. وات ذا وات ذا فين لوت الواد النوب ده؟ انا محتاج سنايبر بشده يعني. هو فين؟ هو فين؟ هو هناك اهو. ربي مع حاجة لونج رينج. وانا ما خدتش ولا سكوب من السكوبات الستة. ريلي كل دي سكوبات ستة كانت تحت رجلي وما خدتهاش. ارجع اخدها جاي لك يا مودي تعال. وزازة كان عايز يجيبني بالعربية. That was epic. كل دي عربياتنا جاية ناس تموت كل واحد من دول. ريد زون كمان. اوكي انا ناقص يا اخويا. ايه 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 ليه كل ده؟ انا والله ما بفهمش العربية دي، والله ما بفهمهاش. نهدى دقيقة ثانية واحدة. لا انا محتاج اهدى كده واشرب بق مية. مفيش وقت مفيش وقت بس روح رجليا تشنج. انا مش عارف ليه جسمي كله بيتشنج اليومين دول. كويس ان احنا مش في فايت لما ده حصل، غالبا عشان الشتا جاي غالبا بقى جسمي كله بيتشنج. شخت نفسي فشخ جميلة فشخ عظيمة. هاردر جاب بهجت على فكره، هاردر هيجيبني انا بقول لكم من دلوقتي. هاردر خاربها وكينج ده في كميه عتاوله ناقصين غير طبيعيين. على فكره الجيم ده حلو، الجيم ده فعلا حلو. طب ايه مفيش حد جاي من الزون؟ كلكم ما شاء الله في الزون، كلكم مركزين دوت كوم انتبهين دوت نت.
يا ابني يا ابني ما حدش يعمل. حبيبي قلبي شكرا يا يوسف، بس انت فجعتني تاني. حبيبي يا يوسف شكرا. قول لي اظن تنجل لسه عايش. الله يخرب بيك. يمكن هو مات في الزون وانا فعلا هكمل لغايه اخر الجيم باللوت ده فعلا. انا شايف واحد هناك بس معيش اي سكوب اجيبه اهو. شايفين الدحلوب اللي هناك ده اهو؟ انا لو ضربتك هتهان مش حت يعني هو حاجه تانية بس مش هينفع. نعمل ايه؟ في تعلوب تاني هناك اهو، اهو في تعلوبين من التعالب الخمسه اللي ناقصين. مين هيموت ناو؟ مين هيموت ناو؟ مش انا. لا ممكن انا. ريلي ريلي شكرا. ريلي ريلي هجلتش دلوقتي، هموت من جلتش. ذا كينج انا سبويليت مكاني وهحتاج اتحرك كمان 40 ثانيه. املي الوحيد في الحياه ان حد يجيبه من الناحيه التانيه، غير كده انا حجاب. عارف ليه شامم ان انا حجاب جرينيد؟ اي كان سملت. انا خايف فشخ. دحلاب دحلاب يعني. حد هنا بس ولا حاجة؟ عشان بس فاضل ثلاثة منهم هاردر وكينج. ريا زون ريا دنيا. رب ده حقيقي رب. نشات وكينج جاب. او ماي جاد اتس مي اند كينج. كينج ارجوك انا واكلك هيد شوت والله. ليه ليه I hate you king I hate you. لا عايش نايس جيم. بس الاربعه الاخرانيين كنت انا وهاردر وكينج ونشأت. ذات واز ايبك والله العظيم ايبك. الجيم ده كان عايز حد يسبكتيته غيري. ايبك اقسم بالله ايبك جيم. مسكتش الاي كي ليه؟ ما مسكتش الاي كي ليه؟ عايش عايش وز ذا وينر كينج. عايش عايش جيم عايش جيم قوي يا جدعان. عايش جيم فشخ اقسم بالله. واحد من امتع الجيمات اللي احنا لعبناها والله. يا خدودي. شكرا يا يوسف. عاش عاش انت يا اسطى. اميزنج جيم اقسم بالله اميزنج. انا اصلا السلاح كان فاضل فيه 16 طلقه على فكره. ان انا طلعت التاني باللوت ده ده شيء عظيم بصراحه. انا كان معايا لوت سيء جدا بس كينج لعيب فشخ. كينج كينج لعيب فشخ. انا اصلا كنت مقلق من كينج ونشأت وهاردر. كنت فاكر ان هاردر اللي هيقتلني بصراحه. يا اسطى انا جبت برون عشان عملت كيك كراوتش. انت انا متضايق معلش يا اسطى. على فكره برضه انا جلشت كذا مره في الجيم. كنت هموت من الزون عشان اتحشرت في الشباك مره. فيعني
احمد ربنا والله. انت كان المفروض ترمي جرينيد. انا استعنكت دي استعجلت. واحدة اميزنج، لو كنت كسبت كنت هحرقعك. واحدة اميزنج استعجلت وطمعت. انا حسيت ان هو انا البوزيشن بتاعي احسن كتير من البوزيشن بتاعه، فقلت رش ب 16 طلقه اللي معايا دول على فكره هو كان لو انا ماكله ومؤكله 2 هيد شوت. انا عارف انا عامل ايه، هو خد 2 هيد شوت بس هو لابس هيلمت ليفل 3 ومش عليها دامج. وربي والله يا كينج عاش فشخ، اقسم بالله عاش فشخ يا كينج، جيم حلو جدا. واحد اكتر حاجه عجباني ان احنا الاربعه انا وانت وهاردر ونشأت اللي فضلنا اخر اربعه، بصراحه جيم كان حلو فشخ. طيب يا جماعه، ده كان فيديو النهارده من ببجي موبايل. زي ما انتم شفتوا الجيم كان ايبك قوي وفي حاجات كبيره حصلت، واحسن حاجه عجبتني في الجيم ان احنا اخر اربعه كانوا انا ونشأت وهاردر وكينج. كينج بصراحه حراق. يا رب يكون الجيم عجبكم، ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تعملوا فولو على تويتش وتيجوا الستريم بتاع كل يوم الساعة 9 عشان تكون جزء من الفيديو اللي جاي. اشوفكم الفيديو اللي جاي، وسلام. وو يا ابن ال ايش عايز تموتنا انا الموتة دي.